الحكومة تعفي مستوردات القطاع العام من النفط والأدوية المستوردة من إيران من الرسوم الجمركية. إذا طلبت الحكومة التركية أن يكون هناك تحقيق مشترك وشفاف بالضرورة من خلال الأجهزة المختصة بين الدولتين، فلا مانع لدى الحكومة السورية من أن يجري مثل هكذا تحقيق. الحكومة السورية تحمل إردوغان وحكومته مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المناطق الحدودية من جراء تحويلها إلى مقر للإرهابيين. بوتين: لا يمكن تجنب السيناريو السلبي في سوريا إلا بإيقاف النزاع المسلح فورا والانتقال إلى التسوية السياسية. بواسل قواتنا يواصلون إنجاز معركتهم في القضاء على الإرهاب ومتزعميه. وعشية ذكرى نكبتهم، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة العودة. علماء الدين الإسلامي في لقاء حاشد تكريما للشهداء، وانتخاب الدكتور محمد توفيق البوطي رئيسا لاتحاد علماء بلاد الشام.